بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عمار حمدي، رئيس قائم مستقل بدائرة قاصرين، اسمها رد الاعتبار ورمزها القصر الروماني الموجود مقابل الولاية. قائمتنا فعلا تحب ترد الاعتبار لتونس والقاصرين، لكن بالواقع ومن غير كذب وبكل اختصار نقوله للتوانسة كل يزي من مدان يدينا للدول الأجنبية اللي تحب تحطنا تحت كلها. وتو باش نحكي عن قصرنية اللي لقوا صدوره من الكرتوش من أجل تونس في كل الثورات، وبرشا منهم استشهدوا الله يرحمهم ويصبر أهلهم. توجه الوقت باش نرد الاعتبار للقصرنية اللي عاشوا ظلم والفقر طول حياتهم. يلزمنا نفك حقوقنا كاملة لكن من غير ما نطلب المستحيل. صحيح من حق القصرنية يوصلهم لوتوروت والقطار السريع وتكون عندهم معامل ومصانع كبيرة وكليات مختلفة و لكن هذا يكون يلزم وقت طويل وبرشا فلوس، وتونس فقره السراق ربي يتولاهم. القصرنية في الوقت الحالي يرضيهم الضروري للحياة اللي هو تحسين الطرقات والمسالك الفلاحية وتوسيع شبكة الضوء الماء وترجع الخطين متاع السكة الحديدية اللي خلتهم فرنسا وتنشيط السياحة، خاطر جهتنا غنية بالمعامل الأثرية. القصرين فيها كذلك أرض خصبة وما عاد صالح للشراب، وفيها الحلفة واللوح وحجار السيمان والرخام، وفيها الرملة الممتازة، وفيها وفيها وفيها. وهالخيارات ممكن تتحقق القصرين الاكتفاء الذاتي كي نعملوا منها مشاريع صغرى ومتوسطة يسيروها أصحاب الشهادة العليا المعطين على العمل، والدولة ما عليها كان تشجع الاستثمار الداخلي ودعمنا وتوفر لنا المؤسسات الضرورية وتقرب منها المواطن. وعلاش لا ما قسموش ولايات القصرين لهذا ولايات القصرين وتالا وصبيل. ولكن تحسين الأوضاع الاقتصادية وحده ما يكفيش في غياب الأمن والأمان مدام ولا عن إرهاب، والإرهاب ما نجموش نقضوا عليه بالمعدات العسكرية وحدها، لازم نقلعوه بعروقه، وعروقه هي الفقر والجهل. الفقر تحدثنا عليه، والجهل نقضوا عليه بإصلاح التعليم كيف نقروا بناتنا وولادنا الكل، ونحدوا من ظاهرة الانقطاع المبكر ونرجعوا التكوين المهني ونحسنوا ظروف اللي يقرأ واللي يقري. وتو وصلنا ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي في الجهة، نطالب بمستشفى في كل معتمدية ومستشفى جامعي في مركز الولاية فيه المعدات والاختصاصات الطبية اللازمة. إخواني أخواتي، كانت هذه كلمتي، كلمة قائمة رد الاعتبار بالقصرين، صوتولها رانا خدموكم من غير خير من غيرنا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.